إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. معلومة لصحتك مع الدكتور محمد عبد الوهاب الأبجيجي، استشاري الكبد والجهاز الهضمي والمناظير وزراعة الكبد، ونائب مدير برنامج زراعة الكبد بالمعهد القومي للكبد. لو اضطريت تروح مكان مزدحم تعمل إيه؟ خاصة في ظل ظروف الوباء العالمي كوفيد-19 اللي الدنيا كلها عايشاه اليومين دول. مفيش حد مننا إلا وأكيد ممكن الظروف تخليه يضطر يقضي مصلحة في مكان معين، ممكن يكون في زحمة شوية، ممكن تركب مواصلة عامة تكون مزدحمة شوية، رحت جهة معينة بتخلص فيها بعض الورق، الطلبة في الامتحانات، الأمر ما يسلمش زي ما بيقولوا. يبقى نتصرف إزاي علشان بقدر الإمكان نحمي نفسنا من الإصابة بعدوى غير مرغوب فيها؟ أولاً، ارتداء الكمامة أصبح شيء حتمي، تلبسها في بيتك قبل ما تنزل وما تلمسهاش طول ما انت برا البيت، وما تقلعهاش إلا لما ترجع البيت، لكن ده لوحده مش كفاية. حاول تلتزم بمسافة مترين أو على الأقل متر واحد بينك وبين أي حد، ولو حد مش لابس كمامة ما تقفش جنبه أصلا. لو انت في صالة انتظار مثلا في أي مكان ولقيت المكان زحمة وتهويته مش جيدة، سيب المكان وانتظر دورك خارج المكان ده، اخرج برا في الهواء، وممكن كل شوية تخش وتشوف دورك جه ولا لسه. من النصايح المهمة جدا، طول ما انت في المكان المزدحم ده حاول على قدر الامكان ان ايدك ما تلمسش اي حاجة من اللي حواليك، ولو حصل ولمست حاجة يبقى ما تلمس بايدك دي وشك ابدا الا لو غسلتها كويس بالمية والصابون لمدة 20-30 ثانية، او على الاقل تطهرها بالكحول 70% اللي لازم يكون معاك في جيبك وانت خارج. لو قدرت انك في اماكن الانتظار ما تقعدش على كراسي الانتظار يبقى احسن، مش مطلوب منك ابدا تلبس جوانتي وانت خارج وانت في الاماكن الزحمة، لان الجوانتي ده لو تلوث وانت لمست بيه عينيك او انفك او وشك يبقى ما عملناش حاجة. في النهاية لو اضطررت تروح لمكان انت عارف انه زحمة، حاول تستفسر ايه انسب وقت اروح فيه يكون المكان رايق شوية والزحمة قليلة. هنأكد تاني، الكمامة، الكحول، التباعد، ما تلمس وشك وانت برا البيت، دمتم في صحة وأمان. كل الشكر للدكتور محمد عبد الوهاب الأبجيجي، استشاري الكبد والجهاز الهضمي والمناظير وزراعة الكبد، ونائب مدير برنامج زراعة الكبد بالمعهد القومي للكبد. وإلى اللقاء ومعلومة جديدة لصحتك.